يلا اكتب بقى على الناس الحالة دي، اكتب على الناس الحالة دي هتكون كده الحصة النهاردة دي لازم تيجي في حال اخر السنة، الحصة كمان دي لازم تيجي في امتحان اخر السنة خلاص؟ وانا مش هقول الكلمة دي الا في اماكن قليلة كده في المنهج خلاص؟ الحصة بتاعت النهاردة دي لازم مش ممكن لازم تيجي في امتحان اخر السنة خلاص؟ الحصة كمان دي يبقى في حاجة مهمة قوي، هقول الكلمة دي مرتين في الكامبة من دي، ادي اول مرة يبقى الدرس كمان زي ايه؟ لازم يجي فيها سؤال في امتحان اخر السنة. طيب وحاجة هقولها كمان ايه الحصة اللي جاية كده واللي بعدها. يبقى ايه بقى الدرس كمان زي دول؟ احنا لما بدأنا في الأول خالص قلنا لو افترضنا إن أنا عندي جلوكوز بس. وقلنا إن الجلوكوز ده مونو ساكرايد، صح؟ لو أنا جبت الجلوكوز ده مسكته كمان جلوكوز فبقى 2 يونت في الحالة دي المركب اللي طلع عندي اسمه ايه بقى؟ اسمه دايساكرايد. طيب انا يهمني كام دايساكرايد؟ قال لي هيهمني 3. يبقى انا الدايساكرايد اللي علينا 3. اول واحد اسمه مالتوز. نحفظ بس اساميهم الاول كده. اول واحد اسمه ايه؟ مالتوز. مالتوز هنعرف يعني ايه دلوقتي. الثاني اسمه لاكتوز. لاكتوز. الثالث اسمه ساكروز. يبقى انا عندي 3. واحد اسمه مالتوز، مالتوز، لاكتوز، ساكروز. طيب كل واحد من دول هناخد فيه ثلاث عناوين دول، يبقى ثلاث عناوين دول مهمين قوي. يبقى هنيجي على المالتوز، ناخد الاستراكشر، هو المالتوز ده بيتكون من ايه؟ بيتركب ازاي؟ تسميته عامله ازاي؟ ده الاستراكشر. بعد كده الاقيه فين المالتوز ده؟ ولا بيجي منين المالتوز ده؟ دي حاجه ثانيه، الحاجه الثالثه الروتس، يعني هناخد حاجه كده لكل واحد خاصيه فيه. خلاص كده؟ نبدا اول واحد. نيجي على المالتوز، المالتوز ده بيتكون من ايه؟ قال لي بيتكون من 2 الفا دي جلوكوز. الحاجات دي مهمة أوي على بالك عندك. بيتكون من 2 ألفا دي جلوكوز، ألفا دي جلوكوز. طيب احنا شطار أوي بقى. تعال نرسم الألفا دي جلوكوز كده اللي هو الألفا دي جلوكوبيوريوز أهو. نكتبه مع بعض كده، فاكرين الرسمة دي؟ خلاص؟ أكسجينة كانت وصلت لعمر خمسين بكام؟ ها؟ 1 في 5. واحد بس كانت 2 في 3 في 4 في 5 و5 هتمسك بعد كده بكام؟ في 6. طيب ادي 5 ماسكه في 6 دي عشان تخلص منها. الفلتة دي اسمها ايه؟ CH2OH. وايه اللي فاضل هنا؟ H. بعد كده كل واحدة من دول فاضل HOH. بنحطهم ازاي ال H وال OH؟ حد فاكر؟ لو فرقنا ال OH ناحية اليمين تبقى تحت، لو ناحية الشمال تبقى فوق. طب هي في 2 كانت ناحية اليمين تبقى تنزل HOH. في الشمال هي الوحيدة المعكوسة في الجلوكوز تبقى OH ايه؟ H. هنا HOH. طبعا لسه مش فاهم الكلام اللي انا بقوله ده، يروح النهارده كده يستأذن اللي بيقعد على الكتاب يذاكر عشان ما تبقاش نفسيته وحشه. خلاص؟ انا بقولها يعني اللي لسه عنده مشكله في الرسمه اللي انا بقولها دي، خلاص يبقى ده مش طبيعي، يعني ده بني ادم اب نورمال كيس كده. خلاص يداله يومين ثلاثه لغايه ما يبقى بني ادم طبيعي، وبعد كده يطلع المكتب. خلاص؟ طيب انا دلوقتي بقى عاوز اعرف، يبقى المركب ده اهو، المركب ده اسمه دي جلوكوز. اسمه ايه؟ دي جلوكوز. انا عاوز احدد اذا كان الفا الفا ولا بيتا. الفا ولا بيتا اللي بيحدد الكربون رقم 1، صح كده؟ قلنا هي دي اللي بتحدد الفا والبيتا. ازاي؟ لو كانت الاو اتش تحت يبقى ده الفا، لو كانت الاو اتش فوق يبقى ده بيتا. انا حافظها كده، يبقى ادي هنا انا عاوزه الفا يبقى الاو اتش تحت والاتش فوق. يبقى تاني الرسمه اللي قدامي دي عباره عن ايه؟ اقول له عباره عن الفا لان عند الكربون رقم 1 الاو اتش تحت، جلوكوز لان الاو اتش تحت في كله ما عدا الثلاثه. طب يعني ايه معانا الثلاثة؟ يعني ثلاثة بس هي اللي معكوسة في الرسمة الأصلية، يمين اللي في الرسمة الأصلية الثلاثة بتاعته معكوسة الجلوكوز، يبقى المركب ده اسمه كده ألفا دي جلوكو بيورانوز. يبقى ده اسمه ايه؟ ها؟ ألفا دي جلوكو بيورانوز. نذاكر بقى عشان ننقل، يعني مش عايزين نقف كتير قوي قدام الرسومات دي، لكن انا مهبل بقى المفروض فهمناه. ألفا دي جلوكو بيورانوز، يبقى ده جلوكوز وألفا. كويس قوي. هرسم الرسمه دهي هي هي بالظبط كمان برضه اهي. يعني انا هرسم كمان الفا دي جلوكوبيولوز، ادي جلوكوز اهو، ادي جلوكوز. عاوزه الفا؟ اه. طيب ادي ال اتش وادي او اتش. جلوكوز يعني الكربون رقم 2 كانت يمين يعني او اتش تحت، والكربون رقم 3 شمال يعني او اتش فوق، والكربون رقم 4 يمين يعني او اتش تحت، والكربون رقم 5 فاضل فيها اتش، والكربون رقم 6 اللي هي سي اتش 2 او اتش. ده اسمه ايه؟ ها؟ اسمه الفا دي جلوكو بيورانوس.
طيب معنى الكلام دلوقتي ان انا لازم ايه الفا جلوكوز والفا جلوكوز صح ولا غلط؟ الفا جلوكوز والفا جلوكوز حلو. هاجي عند الكربونه دي واعلمها كده اقول ده اهي الكربونه رقم 1 صح؟ دي كربونه رقم 1 كويس. طيب ودي ايه؟ اقول له ده اهي الكربونه رقم 4 كلنا عارفين الكلام ده. يبقى دي الكربونه رقم 1 ودي الكربونه رقم 4. الحصه اللي فاتت احنا اخذنا حاجه اسمها جلايكو سايدز، واحنا لو مذاكرين هنعرف ان الجلايكو سايدز دي كنا بنقول ان هي مونو ساكرايد صح؟ مونو ساكرايد مع اي كومباوند تاني، والاي كومباوند التاني ده كان فيه احتمال من اثنين، لا اما يبقى من نفس الشابتر يعني من نفس التفصيله فيبقى اسمه جلايكون، لا اما يبقى حاجه ثانيه فيبقى اسمه ايه؟ جلايكون. طيب لو افترضنا ان احنا هنطبق الكلام ده النهارده هقول لك المونوساكرايد ده اهو اللي هو الجلوكوز ده. طيب والجلايكون والجلايكون اللي هو الحاجه اللي من نفس الشابتر اللي هو الجلوكوز الثاني ده صح ولا غلط؟ يبقى ساعتها لما كنت افعل ده مع ده كانت الناتج هيطلع ايه؟ دايساكرايد. ولو فعلت ده مع الدايساكرايد يطلع ايه؟ اوليجو. ولو فعلت ده مع الاوليجو يطلع ايه؟ بولي زي ما قلت الحصه اللي فاتت. يبقى معنى كده ان الاثنين دول لما يتفاعلوا مع بعض عشان اعمل جلايكوسايد اسم التفاعل كان يبقى اسمه ايه؟ فاكرين؟ خلاص كده؟ يعني بياكل بطيخ، اسمه ايه؟ ها؟ اسمه كوندنسيشن. ولو قلت الحته اللي فاتت ان الكوندنسيشن معناها ان انا هفعل دول مع بعض اشيل ايه؟ ميه. تعالى بقى نشيل الميه، هنشيلها ما بين الكربون رقم واحد والكربون رقم اربعه اللي فش بعض دول، نشيلها ازاي؟ هاجي على الكربون رقم واحد اشيل او اتش دي. كويس؟ فاضل ايه وتبقى ميه؟ اتش. هاجي على الكربون رقم اربعه واشيل ايه؟ واشيل اتش. يبقى انا شلت الاو اتش اهي وشلت الاتش دي. كويس. ايه اللي فاضل كده في النص تايه؟ اكسجين. شايفين اكسجين دي؟ دي اللي فاضله لان انا شلت الاو اتش دي وشلت معاها اتش بس ما شلتش الاو اتش كلها عشان اطلع الميه تبقى اتش 2 او اتش 2 او. يبقى انا لما اشيل او اتش دي واشيل اتش دي هيبقى الاكسجين ده ايه؟ تقول الاكسجين دي عامله ايه؟ جايه في النص كده اهي وموصله الكربونتين دول ببعض. يبقى الاكسجين دي تمسك في الكربون رقم واحد وتمسك في الكربون رقم اربعه. تاني ما عادش حاجه. ادي واحد وادي اربعه وانا عاوز امسكهم في بعض وانا عارف ان التفاعل اسمه كوندنسيشن. وكوندنسيشن معناها ان انا اشيل ميه. لما شلت الميه شلت الاو اتش من هنا وشلت اتش من هنا اتبقى اكسجينه وصلت الاثنين دول ببعض. السؤال هو انا الحصه اللي فاتت برضه كنت بقول لما المركب يبقى اسمه جلايكوسايد البوند اللي حصلت اسمها ايه؟ جلايكوسايدك بوند. وقلت ان الجلايكوسايدك بوند دي كام نوع؟ نوعين. لو في اكسجينه تبقى او، لو في ان تبقى ايه؟ ان. طب دي فيها اكسجينه ولا فيها ايه؟ ان. يبقى البوند اللي هي اسمها ايه؟ ها؟ او جلايكوسايدك بوند. اللي مش مذاكر الحصه اللي فاتت انا براجع معاك اهو. يبقى دي اسمها جلايكوسايدك بوند، يعني البوند اللي ما بين واحد واربعه ده اهي اسمها ايه؟ جلايكوسايدك بوند. ليه جلايكوسايدك؟ لان المركب ده كله على بعضه اسمه جلايكوسايد. خلاص كده؟ من انواع الجلايكوسايد. يبقى ده اسمها الجلايكوسايدك بوند. طيب البوند دي فيها اكسجين ولا فيها نيتروجين؟ قدام عينيك دلوقتي فيه ايه؟ اكسجين. يبقى دي من الجلايكوسايدك اللي فيها او، يبقى اسمها كده او او جلايكوسايدك بوند. طيب خلي بالك بقى بس كده ده اسمها لا طبعا. ده حاجه بسيطه خالص في الاسم. امال الاسم ازاي بقى؟ انا هقول الاسم مره واحده وانت بعد كده اللي هتسميه بقيه اللاكتوز والساكاروز، يعني هقول لك قاعده هتسمي عليها اي بوند تشوف. بص بقى معايا كده. الاول تعرف هي او ولا ان، سهله؟ ها؟ تبص تشوف في اكسجين ولا نيتروجين، اهي في اكسجين، دي بقى اسمها ايه؟ او جلايكوسايدك بوند. المعلومه الثانيه تشوف البوند دي ما بين كام وكام؟ ما بين الكربون رقم كام والكربون رقم كام؟ هنا البوند دي موصله كام بكام؟ تبقى اسمها 1 4. يبقى البوند زودنا كلمه اهو، يبقى اسمها ايه؟ 1 4 او جلايكوسايدك بوند. ليه 1 4؟ لانها موصله بين كام وكام؟ ما بين 1 و4. المعلومه الثالثه عشان يبقى كده اسم كامل. تبص على الكربون رقم 1 مش 4، تبص على الكربون رقم كام؟ 1. تشوفها الفا ولا بيتا؟ اصلا الكربونه دي قبل ما تخش في البوند كانت الفا ولا كانت بيتا؟ هنا كانت الفا ولا بيتا؟ تبقى البوند اسمها كده. الفا 1 4 او جلايكوسايدك بوند. خلي بالك بقى عشان تبقى انت اللي هتسمع مش هقول. البوند الاول او ولا ان؟ او، يبقى اسمها او جلايكوسايدك بوند. المعلومه الثانيه ما بين كام وكام؟ ما بين 1 و4. ممكن تلاقيها ما بين 1 و2، ممكن تلاقيها ما بين 1 و6، ممكن تلاقيها ما بين 1 و5، اي حاجه تشوفها ما بين كام وكام لقيتها هنا ما بين 1 وما بين 4 يبقى اسمها 1 4. تبص على 1
تشوف واحد دي قبل ما تخش كانت اتش او اتش ولا او اتش اتش، يعني كانت الفا ولا كانت بيتا؟ لا هنا والله كانت الفا، يبقى البوب اسمها الفا 1 4 او جلايكو سايتيك بوب. حلو كده؟ طيب يبقى ده اسم البوب. اللي قدامي ده اهو، اللي قدامي ده اسمه ايه؟ قال لي اسمه مالتوز. يبقى نبدا اول حاجه بالمالتوز، دي كانت الامتحان رسمه مهمه جدا. ايه المالتوز؟ اهو سهل بقى. الفا جلوكوز، الفا جلوكوز. خلاص؟ الفا جلوكوز واخوه بالظبط الفا جلوكوز. ماسكين مع بعض البوند اسمها ايه؟ ها؟ الفا عشان واحد دي كانت الفا. 1 4 او جلايكوسايديك بوند. يبقى تاني ايه هو المالتوز؟ الفا جلوكوز مع الفا جلوكوز. ماسكين مع بعض البوند اسمها ايه؟ الفا، الفا عشان واحد كانت الفا. 1 4 او جلايكوسايديك بوند. في مشكلة كده؟ يبقى أول واحد ده، أول واحد ده عرفنا إن هو الفا الفا. وهتفهم يعني إيه دلوقتي؟ صح؟ الفا جلوكوز والفا جلوكوز والفا 1 4 يعني هو كله على بعضه ايه؟ الفا. ماشي؟ الفا جلوكوز مع الفا جلوكوز والبوند اسمها الفا 1 4 او جلوكوز. كويس. هو المالتوز ده بيجي منين؟ بيجي لسه؟ المالتوز ده هو اللي قدامي اللي هو اثنين جلوكوز ماسكين مع بعض. بيجي منين؟ يقول لي انت تعرف حاجه اسمها ستارش؟ ستارش. مين ستارش دي؟ النشا. النشا لما ناخدها الحصه اللي جايه هنعرف ان النشا دي جلوكوز كتير قوي، الفا جلوكوز ماسك كتير قوي مع بعض كده. يعني 300 400 جلوكوز ماسكين مع بعض. طيب احنا الاسترش ده اكتر حاجه بناخدها في الاكل، موجود في العيش، موجود في الرز، موجود في المكرونه، في البطاطس، في كل حاجه. يبقى الاسترش ده احنا بناكله كتير قوي. كويس. لما بناكل الاسترش ايه اللي بيحصل؟ بيتفطر، صح كده؟ بيحصل له حاجه اسمها دايجيشن. والهضم ده لما الاسترش كتير، تخيل عندك سلسله كده، السلسله دي مليانه جلوكوز 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 كتير قوي كده 400 واحده. لما يخشوا جسمك يبدا يجي انزيم مهم قوي اسمه اماريليز. تعرف ده بالتفصيل ده اسمه ايه؟ امايلينز. يبدا الامايلينز ده يهاجم مين؟ الاسترش ويكسرها. اول ما بيكسرها بص السلسله كانت طويله قوي كده، جلوكوز 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 كده، خلاص 300 و400 واحد زي ما قلنا بعد كده. يحصل ايه بالامايلينز ده؟ يفرطهم كلهم مره واحده؟ لا، يفضل يكسر فيهم كده لغايه ما يوصلوا في الاخر الاثنينات، اثنين مع بعض واثنين مع بعض واثنين مع بعض واثنين مع بعض. بص تلاقيهم تلاقي الجلوكوز بدل ما هو كتير كده بقى اثنين في اثنين. طيب هما الاثنينات دول اسمهم ايه؟ الفا جلوكوز والفا جلوكوز، اثنين اهم خلاص؟ وماسكين ببوند اسمها ايه؟ الفا 1 4، اسمهم ايه دول؟ اسمهم مالتوز. يبقى المالتوز بيظهر في جسمنا منين؟ ها؟ هضم الاسترش، الاسترش الاول الطويل، السلسله الطويله دي اول ما تتهضم تفضل تظهر 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 لغايه ما توصل لايه؟ اثنين واثنين 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 واثنين، يبقى اسمه ايه الاول؟ ها؟ مالتوز. ويجي بقى المالتوز ده يتهضم. يتهضم يعني ايه؟ يعني تتكسر البوند دي ويرجع يبقى الجلوكوز ده لوحده والجلوكوز ده لوحده. اللي بيعمل الحركه دي عشان يهضم المالتوز انزيم مهم قوي اسمه ايه بقى؟ مالتيز. يبقى الانزيم اللي بيهضم الاسترش اسمه ايه؟ ها؟ امايليز. وده اللي بيدي المالتوز، يعني الامايليز لما يشتغل يطلع المالتوز. طب مين اللي بيكسر المالتوز بقى؟ يقضي عليه ويخليه جلوكوز؟ ها؟ اسمه ايه بقى؟ اسمه مالتيز. مالتيز. مش كده؟ يبقى انا لما اجي اتكلم على السايت مش عاوز تعرف ان الراجل ده اهو بيجي من الدايجيشن اوف الاسترش، بيجي من هضم الاسترش بانزايم اسمه ايه؟ امايليز. وهو نفسه بقى بيتهضم بمين؟ ها؟ بالمالتيز. وهو بيتهضم بالمالتيز. طيب نيجي بقى على نوت هنا. يجي يسال سؤال بقى في الشهوي خلاص كده او في الام اس كيو، ده سؤال للمتفوقين بقى. يقول لك تسمع عن حاجه اسمها ايزو مالتوز؟ عاوز تسمع عن حاجه اسمها ايزومالتوز؟ انت عرفت المالتوز اهو، ايه هو المالتوز يا ابني؟ تقول له الفا جلوكوز يا دكتور مع الفا جلوكوز بالفا 1 4 او جلوكوز دي بوند. تقول له شاطر. طب تعرف بقى حاجه اسمها ايزومالتوز؟ تقول له اه، ده ابن عمه بقى، ابن عم المالتوز. عباره عن ايه؟ يقول لي هو بالظبط. يعني الفا جلوكوز، مش عارف اثبته بس عايز تحفظ كلمه دي، الفا جلوكوز مع الفا جلوكوز. كويس؟ يعني اثنين جلوكوز برضه؟ اه. والاثنين الفا؟ اه. امال ايه الفرق؟ اقول له في البوند بس. البوند اللي ماسكاهم اسمها الفا 1 6. اسمها ايه بقى؟ ها؟ الفا 1 6 مش 1 4. او جلايكوسايديك بوند. تقول لي ازاي يا دكتور؟ مش فاهم. اقول لك هو شايف واحد دي؟ خلاص كده؟ واحد دي لما تيجي تمسك تمسك مع كام؟ ها؟ تمسك مع 6. هي مش 6 دي، انا ممكن اعملها كده اهي. مش هي دي اتش 2 او اتش؟ صح؟ وانا عندي هنا ايه؟ ها؟ او اتش. هو انا ممكن اوصل الاو اتش دي، اخد الاو اتش اللي هنا مع الاتش دي؟
هو معاه البوند كده موصل 1 ب 6 والبوند ساعتها يبقى اسمها ايه 1 الفا صح كده ووصلها بكام وكام 1 و 6 هو جلايد سايدنج بوند. طيب دي بتحصل هقول لك ايه امتى تحصل اللي جاي بس المهم بتعرف ان انا عندي مواجهه اسمه ايه ايزو مالتوز. ايه الايزو مالتوز ده هو زي المالتوز بالظبط بس بدل ما مسكنا 1 4 مسكنا 1 كام مسكنا 1 6 فاهم القصه دي يبقى انا لو مسكت 1 4 ده المالتوز بتاعي لو مسكت 1 6 يبقى ده حاجه اسمها ايه بقى ايزو مالتوز. اقول المالتوز تاني بسرعه ايه هو المالتوز احنا مش مقرر النهارده نحفظهم الثلاثه دول ايه المالتوز قول معايا بقى ها الفا جلوكوز ها مع الفا جلوكوز بوند اسمها ايه الفا عشان دي الفا 1 4 او جلايكوسايدك بوند. كويس يبقى اول حاجه الاستراكشن رقم 2 بيجي منين المالتوز ده بشوف فين في سلسله طويله كده اسمها ستارش لما تتهضم تخلص في الاخر اثنينات اثنين 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 كل اثنين اسمهم ايه؟ مالتوز. الانزيم اللي هضم الستارش اسمه ايه؟ لما وصل عندي حاجه اسمها مالتوز وانا عاوز اخليه جلوكوز بقى لوحده يبقى هكسر البوند ده ايه؟ يبقى اللي بيهضم المالتوز اسمه ايه؟ مالتيز اسمه ايه؟ مالتيز. ايه الايزومالتوز؟ ايه هو الايزومالتوز ده؟ برضه الفا جلوكوز الفا جلوكوز بس الفا واحد كام؟ الفا واحد كويس. نيجي رقم اثنين ده حاجة بقى مهمة أوي اسمها اللاكتوز. اللي ذاكر لسه ذاكر يسكت فاهم هو جاي متأخر. لاكتوز إيه بقى اللاكتوز ده؟ إيه اللاكتوز؟ يقول لي اللاكتوز ده هنرسم الاول خلي بالك بقى الرسمه اللي انا هرسمها دي لو انا عاوز حد يستنتج بقى يقول لي اسم المركب اللي انا هرسمه ده واللي ما يعرفوش يعالج نفسه نفسيا برضه النهارده يعني هو واحد النهارده كده يعمل اي حاجه كويسه. بيتا صح دي جالاكتو بيورانوس في ناس بتجاوبهم ان شاء الله بيتا دي جالاكتو بيورانوس في ناس قاعده حاسه ان ده وهم مع ان هو مش وهم ولا حاجه خالص يعني ده نص ساعه مذاكره في البيت تبقى زي اللي بيجاوبوا دول واحسن كمان نص والله نص ساعه نص ساعه في ذمه كده بدل ما تقعد على الفيس تقعد على الفايبر يعني هتلاقي نفسك ايه يعني منتعش. بص معايا اول حاجه دي كربون رقم واحد. طيب كربون رقم واحد دي الاو اتش فوق ولا تحت؟ الاو اتش فوق واحنا اتفقنا ان في الكربون رقم واحد لما الاو اتش تبقى فوق يبقى ده يبقى المركب بيتا ايا كان بقى هو جلوكوز جلاكتوز مالوز اي حاجه المهم ان انا بصيت على واحد لقيت الاو اتش فوق خلاص يبقى ده بيتا الاول كده. نكمل لقيت الكربون رقم ثلاثه معكوسه اهي يعني الاو اتش فوق لو الكربون رقم ثلاثه مات يبقى ده جلوكوز بس انا لما بصيت اربعه لقيت اربعه كمان هي كمان معكوسه يعني هي كمان فوق فبقى 3 و4 يبقى ده جلاكتوز. لو كان 2 و3 كنت قلت المالتوز لو كان 3 بس كان ده يبقى الجلوكوز سهل ما فيهاش حاجه. يبقى ليه ده بيتا عشان الاو اتش 1 فوق طب ليه ده جلاكتوز عشان 3 و4 خلاص فهمت. يبقى المركب ده عباره عن ايه بيتا جلاكتوز يبقى ده بيتا جلاكتوز بيتا جلاكتوز كويس. هات واحد تاني بقى وقول لي اسمه اهو مش عاوز صوت بيتا دي جلوكو بيورانوز يعني بيتا جلوكوز بيتا برضو عشان الاو اتش هنا فوق عند واحد بس لما جيت بصيت هنا شوف ثلاثة بس هي اللي فوق أربعة رجعت تاني مكانها يبقى معنى كده ان ده اسمه ايه؟ بيتا دي جلوكو بيورانوز. يبقى أنا كده لما جيت اتكلمت المرة دي الاثنين بيتا ولا ألفا؟ ها؟ اللي فاكرين المواكب اللي فات عشان نرجعهم مع بعض اللي فاكر ايه؟ ألفا 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 البولد ألفا يعني الفا جلوكوز الفا جلوكوز الفا 1 4 او جلوكوز دي بوز. ماشي لما اجي بقى على اللاكتوز هقول ايه بيتا بيتا يعني الاثنين بيتا بيتا جلاكتوز وبيتا جلوكوز واكيد البوند هيبقى ايه تبقى بيتا دلوقتي هنشوف بيتا جلاكتوز اهو مع بيتا جلوكوز. تعال نعمل البوند علم على الكربونه دي الكربونه دي كربونه رقم كام 1 الكربونه اللي وصلها في الشهر دي كربونه رقم كام 4 هو احنا في البوند بنعمل ايه بنشيل الميه تعال نشيل الميه
ناخد الـ OH اللي عند واحد نفس الكلام اهو، ناخد الـ OH اللي عند واحد وناخد H من عند أربعة، يبقى أنا كده هطلع H2O، يبقى أنا هشيل OH دي أهي من عند واحد وهشيل الـ H دي من عند أربعة، يبقى إيه في النص؟ ها؟ أكسجين. تقوم الأكسجين دي موصلة الكربونة دي بالإيه؟ بالكربونة دي أهو، يبقى أنا هحط الأكسجين دي في النص كده وأقول إن هي بتوصل الكربونة دي بالكربونة دي. شايف شكل البوند اختلف ازاي؟ كانت المره اللي فاتت تحت هنا وكانوا الاثنين كده صح؟ دي بقى عامله كده مقص كده، يبقى دي او. عاوز حد يسميه البوند دي، حد شاطر كده يمشي على نفس النظام اللي انا قلته ويسميها صح. الاول ناخدها من تحت لفوق، هي دي او جلايكوسايدك ولا ان؟ حلو، يبقى اول حاجه دي اسمها او جلايكوسايدك بوند. كويس. ما بين كام وكام؟ ما بين واحد واربعه، يبقى اسمها واحد اربعه. او جلايكوسايدك بوند. ابص على واحد اشوف واحد دي هي كانت الفا ولا بيتا؟ لا كانت بيتا، يبقى البوند اسمها ايه؟ بيتا واحد اربعه او جلايكوسايدك بوند. يبقى اول واحد كله الفا، ما تتلخبطش اهي، الفا جلوكوز الفا جلوكوز الفا واحد اربعه. تاني واحد كله ايه؟ كله بيتا، بيتا جلاكتوز بيتا جلوكوز والبوند اسمها ايه؟ بيتا واحد اربعه. اقول تاني، يبقى اللاكتوز ده اللاكتوز عباره عن ايه؟ بيتا جلاكتوز ومعاه ها بيتا جلوكوز، خلاص كده؟ والاثنين ماسكين مع بعض، البوند اسمها ايه؟ بيتا، لان الكربون رقم واحد هنا كانت بيتا. واحد اربعه واحد اربعه او او جلايكوسايدك بوند. في مشكله كده؟ طيب بص بقى، في كان سؤال مهم قوي. اول حاجه تعلم على ده عندك في المذكره او في الكتاب وتكتب كده بيترسم الاول عشان ما تقطش. ليه بقى؟ كلنا بنبقى في اخر السنه عارفين ان اللاكتوز ده هو بيتا جلوكوز وبيتا جلاكتوز، صح؟ كلنا عارفين، وعارفين ان البوند اسمها ايه؟ بيتا واحد اربعه، بس احنا متعودين على مين اكتر؟ على الجلوكوز. ما تقومش حد سيادتك عامل ايه؟ راسم الجلوكوز اللي اهو، يعني راسم الجلوكوز الاول وبعد كده راسم الجلاكتوز ايه؟ وراه، وعامل البوند وتلاقي الدنيا كويسه خالص، بس الرسمه كلها غلط. يعني انا لو جبت الجلوكوز ده حطيته اللي اهو بيتا برضه، وجبت الجلاكتوز حطيته اللي اهو بيتا، وعملت البوند بيتا رسمه غلط. ليه؟ لان لو عملت كده تبقى البوند ما بين الكربون رقم كام بتاعت الجلوكوز اللي انت حطيته الاول؟ لا، هي بتاعت اربعه. يعني الجلوكوز الكربون رقم اربعه هي اللي ايه؟ هي اللي عامله البوم، والجلاكتوز الكربون رقم واحد هي اللي عامله البوم. لو انت خدت ده حطيته هنا وخدت ده حطيته هنا، بقت واحد بتاع الجلوكوز وواحد بتاع الجلاكتوز، الناس كلها غلط تتشطب. يبقى انا بقى عارف كده في دماغي خلاص، هكتب كده اهو بالعربي كده، اما اجي ارسم اللاكتوز ارسم الجلاكتوز الاول. الجلاكتوز هو اللي بيتحط الاول، ليه؟ عشان الكربون رقم واحد بتاعكم هي اللي ماسكه في اربعه بتاع الجلوكوز. لو انا عكست وخليت دي هنا ودي هنا، قلبت الرسمه، بقت الكربون رقم واحد هنا دي بتاع الجلوكوز مش بتاع الجلاكتوز، تبقى رسمه غلط على طول. يبقى انا دلوقتي انا حافظ الرسمه كويس، بس انا عارف ان الجلاكتوز الاول وبعد كده ايه؟ وبعد كده الجلوكوز، ماشي كده؟ يبقى دي اول ايه؟ معلومه لازم تخلي بالك منها. المعلومه الثانيه، يجي يسالك في الشكل يقول لك تسمع عن حاجه اسمها الفا لاكتوز؟ تلخبطك كده. تكتبها مكتوب كده عشان مكتوب عندك. تسمع عن حاجه اسمها الفا لاكتوز؟ تقول له يا دكتور هو انا اعرف ان اللاكتوز بيتا وبيتا والبوند اسمها ايه؟ بيتا واحد اربعه او جلاكسايد مو. يقول لك انا عاوز الالفا. قول له في الفا. ايه هو؟ ايه رايك لو خلينا الجلوكوز ده الفا؟ مش الجلوكوز ده ينبع يبقى الفا؟ يعني الاو اتش تبقى تحت والاو اتش تبقى ايه؟ تبقى فوق. يبقى ساعتها يبقى المركب عباره عن ايه؟ ها؟ بيتا جلاكتوز مع ايه؟ الفا جلوكوز. والبوند اسمها ايه؟ هو انا بحدد البوند على حسب مين؟ الكربون رقم واحد ولا الكربون رقم اربعه؟ طب واحد كانت بيتا ولا الفا؟ يبقى البوند لسه اسمها ايه؟ بيتا واحد. يعني هو كل اللي اتغير ان الجلوكوز بدل ما هو بيتا بقى ايه؟ ساعتها سمي اللاكتوز ده الفا. وده مش موجود في البودي، ده موجود في شويه انيمالز كده، يعني ده مش مهم خلاص، بس بيتشال عشان لما يحب يديك الفول مارك كده يقول لك تعرف حاجه اسمها الفا لاكتوز؟ قول له لو الجلوكوز ده الفا، لو الجلوكوز ده الفا يبقى المركب اسمه الفا لاكتوز. وساعتها مفيش حاجه اتغيرت، الجلاكتوز زي ما هو بيتا والبوند اسمها بيتا، بس الجلوكوز ده كان الاول بيتا دلوقتي بقى ايه؟ دلوقتي بقى الفا. يبقى انا عرفت ان اللاكتوز ده في منه الفا وفي منه الاساسي بقى بتاعنا اللي هو ايه؟ اللي هو البيتا. خلاص؟ في مشكله في الاستراكشر؟ طيب نيجي ناخد ستايلز. اللاكتوز ده موجود فين بقى؟ طبعا ده اشهر حاجه احنا نسمع عنها في المركب الصغيرين خالص، نسمع ان اللاكتوز ده هو الميلك، الميلك شوجر.
ده سكر اللبن. اللاكتوز ده اهو هو سكر اللبن. وساعات لما يجي لك في الامتحان يسالك عليه ما يقولكش لاكتوز خالص، يقول لك كده ديسكاس الميلك شوكر، يقول لك ما يجيبلكش سيره اللاكتوز. يبقى انا عارف ان السكر بتاع اللبن هو ايه، هو اللي اسمه ايه، هو اللي اسمه لاكتوز. طيب موجود في حته ثانيه يقول لي برضه احنا نعرف من زمان ان هو موجود في اليورين وفي البريجنانت. احنا عارفين ان الستات لما يبقوا حامل خلاص كده بينزل عندهم اللاكتوز في اليورين، خلاص كده يبقى اللاكتوز ده موجود في مكانين مهمين قوي. اول حاجه ان هو الميلك شوجر، ان هو الميلك شوجر. والحاجه الثانيه ان هو موجود في اليورين وفي الايه؟ البريجنانت. البريجنانت اللي هي الحامل. يبقى اليورين وفي البريجنانت، يبقى ده السايت المهمه بتاعته. طيب نيجي على النوت. هو اما احنا الطفل يشرب اللبن او انت تشرب اللبن، اللبن ده مليان حاجه اسمها ايه؟ لاكتوز. اللاكتوز ده اللي هو جلاكتوز وجلوكوز، جلاكتوز وجلوكوز. يتهضم ازاي؟ يعني يتكسر ازاي ويتفك؟ يبقى جلاكتوز لوحده وجلوكوز لوحده عشان امتصهم. ها؟ بانزيم اسمه ايه؟ لاكتيز. يبقى اسامي الانزيم سهله خالص اهو، خلاص؟ بتاع المالتوز مالتيز، بتاع اللاكتوز لاكتيز، وبتاع الساكاروز اللي جاي يبقى اسمه ايه؟ ساكاريز. يبقى انا دلوقتي الانزيم اللي بيهضم اللبن اسمه ايه؟ اسمه لاكتيز. طيب اللاكتيز ده ساعات في بعض الاطفال يتولدوا مرض وراثي يبقى عندهم نقص في اللاكتيز. يعني الجين زي ما انا قلت دي اللي بيخلق اللاكتيز ده مش موجود عندهم. وبالتالي جيلهم ديزيز خطير قوي اسمه ايه بقى؟ اسمه لاكتيز ديفيشنسي. نقص اللاكتيز اسمه ايه بقى؟ لاكتيز ديفيشنس. لاكتيز ديفيشنس. طيب ايه بقى اللاكتيز ديفيشنس ده؟ اسم كله اسم معانا اسم انا اسمها دي. هتبقى عليها كلام مش موجود في الكتاب. ادي الانتستين. ركز معايا. دي الانتستين بتاع الطفل ما عندوش اللاكتيز. ايه اللي بيحصل له؟ الطفل ده بياخد اللاكتوز. يعني بيشرب اللبن عادي زيه زي بقيه الاطفال. اللاكتوز ده ينزل الانتستين. المفروض الطبيعي لو الطفل ده طبيعي ان هو عنده انزيم اسمه لاكتيز انزيم. اللاكتيز انزيم ده لو موجود في الانتستين اول ما يشوف اللاكتوز يقوم يفكه بمكوناته اللي هي الجالاكتوز والجلوكوز. يفكه للجالاكتوز والجلوكوز. نقوم احنا نعمل ابزوربشن، نمتص الجالاكتوز ونمتص الجلوكوز وما حصلش اي مشكله. طيب المشكله بتظهر امتى؟ يقول لي لما الطفل ده يتولد ما عندوش الانزيم اللي اسمه لاكتيز. يعني الجين اللي بيخلق الانزيم ده مش موجود بعض وراثي. فما عندوش الانزيم ده. ايه اللي يحصل؟ قال لي اللاكتوز ده يفضل قاعد في الانتستين. وخلاص بقى فضل قاعد في الانتستين فتبدا كميته في الانتستين يتجمع في الانتستين وكميته تزيد. طيب لما تبدا كميته تزيد في الانتستين بكتيريا ربنا خلقها طبيعي موجوده في الانتستين اسمها البكتيريا فلورا. اللي هي بتطلع فيتامين كي. يبقى جوه الانتستين مليان بكتيريا كده، الانتستين اوريدي اصلا فيها بكتيريا. البكتيريا دي اسمها ايه؟ اسمها بكتيريا اسمها كده فلورا. بكتيريا فلورا، بكتيريا فلورا. البكتيريا فلورا دي عايشه وموجوده جوه الانتستين ومش مضره خالص، ما فيهاش اي مشكله. بتعمل فوايد عندنا كتير قوي في الجسم البكتيريا فلورا دي. طيب البكتيريا فلورا دي اول ما تلاقي صاحبنا ده قاعد كده ومأنتخ ومش راضي يمشي، مش راضي يتهضم خلاص، واخد معاها مده طويله، تبدا تشتغل عليه وتخمره زي اي سكر. التخمير ده اسمه ايه؟ الكلمه بتاعت التخمير دي اسمها فيرمنتيشن. يبدا يحصل للاكتوز ده فيرمنتيشن، يعني عمليه تخمر. نتيجه ان البكتيريا موجوده وهو موجود وقاعدين مع بعض بقى، صاحبين بعض كتير، كان الاصل ان هو يتهضم على طول. ما تديلوش فرصه ان البكتيريا تشتغل عليه. نتيجه وجود البكتيريا الكتير دي وهو قاعد يحصل حاجه اسمها فيرمنتيشن. طيب لما يبدا يتخمر اللاكتوز ده في الانتستين يطلع منه ايه؟ نواتج التخمر دي تبقى ايه؟ قال لي نواتج التخمر دي تبقى حاجتين. يطلع شويه اسيد احماض ويطلع جاز. غاز اللي هو ثاني اكسيد الكربون. يبقى نواتج التخمر ديت هيطلع احماض اسيد وهيطلع ثاني اكسيد الكربون. تخيل بقى الطفل ايه اللي بيحصل؟ شرب اللبن قعد ساعه ساعه ونص اللاكتوز ما اتضربش، مين اشتغل؟ ها؟ البكتيريا، طلعت ايه؟ احماض اسيدز جوه الايه؟ الانتستين بتاعها، وطلعت جاز. اول حاجه الاسيدز دي تدوب اي حاجه في الاسطول، يعني البراز بتاعه يدوب خالص، فيجي له الدايريا اسهال. فتبص تلاقي الطفل بعد ما بيرضع ساعه ساعتين يخش يجي له اسهال، اول حاجه يقوم يجي يشتكي من كده، يجي دايريا. الحاجه الثانيه
الجاز ده تخيل الطفل ده اتنفخ بقى التست بتاعته عمال تطلع غازات. الغازات دي كلها حتى عند الكبار بتعمل ايه؟ حاجه اسمها ديستنشن. ديستنشن يعني انتفاخ. يبقى ديستنشن الام تيجي تقول لك الواد بطنه بتتنفخ. ديستنشن تعرف كده الديستنشن ده خلاص كتر الديستنشن ده يعمل مغص لان الجسم لما اتشد فانقبض جامد فيعمل حاجه اسمها كوليكس. كوليكس كوليكس يعني مغص. كوليكس يعني مغص يحصل مغص. طبعا الديستنشن مع الكوليكس يخلي الواد عمال يعيط طول النهار يرضع ويعيط يبقى كراينج. فتبص تلاقي دي بيجي لك كتف الامتحان يقول لك ايه؟ يقول لك الطفل بعد ساعه ساعه ونص من الفيدنج خلاص كده من الاكل بتاعه الام بتشتكي ان هو بيجي له دايريه وكوليكس وبيعيط. تتوقع سيادتك ايه الحاله دي؟ العيال ده نشخصه ازاي؟ تقول له عنده حاجه اسمها لاكتيز ديفيشنسي. لاكتيز ديفيشنسي. طب الكيس دي ليها اسم ثاني مهم قوي اسمه ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها لاكتوز انتوليرانس. مهم قوي الاسم ده. اسمها ايه بقى؟ ها؟ لاكتوز يبقى ليها اسم لاكتيز ديفيشنسي يعني الانزيم ناقص. طب ما هو الانزيم ناقص خلى البني ادم ده يعرف يستخدم اللاكتوز ولا عنده عدم قابليه للاكتوز؟ ما بيقبلش اللاكتوز ما بيقبلوش. كلمه ما بيقبلش اللاكتوز دي انتوليرانس. انتوليرانس توليرانس يعني يقبل. انتوليرانس عدم قابليه يعني الجسم ما بيقبلش اللاكتوز. يبقى هو الكيس ليها تو ايه؟ تو نيمز اما لاكتيز ديفيشنسي او لاكتوز انتوليرانس. لاكتيز ديفيشنسي او لاكتوز انتوليرانس. فيجي يقول لي الكيس دي تتوقع سيادتك يبقى ايه؟ اقول له دي او دي. يقول لي طب ايه اللي حصل؟ اشرح له الكلمتين دول. اقول له اللاكتوز ما حصلش فبالتالي حصل له فيرمنتيشن باي البكتيريا فلورا تو اسيدز اند جازز. الاسيدز بتعمل دايريه والجاز بتعمل ديستنشن وكوليكس وبعد كده يخش ايه؟ فكره سهله؟ طيب عنده ازاي؟ انا شخصت طفل ان هو عنده نقص في اللاكتيز، الواد ده مش هيرضع تاني خلاص؟ ما ينفعش ياخد اللبن لان كل اللي هياخد اللبن هيحصل له مصايب دي ومش هيستفيد منه في حاجه. اعمل ايه؟ ايه التريتمنت بتاعه؟ اكتبها عندك عشان مش مكتوبه. ايه علاج؟ كلمه تريتمنت معناها العلاج. تريتمنت تريتمنت ايه العلاج بتاعه؟ يروح بقى يمنع الرضاعة خالص وبياخد من الصيدلية حاجة اسمها لاكتوز لاكتوز فري ميلك. خلاص كده؟ يعني فورمولا كده بتبقى متصنعة مخصوص للعيالين دول. ماشي؟ يبقى حاجة شبه اللبن بس اللي موجود فيها جلوكوز وجلاكتوز دايركت. اللي موجود فيها ايه؟ ها؟ جلوكوز وجلاكتوز على طول مش موجود اللاكتوز. بيبقى نفس الطعم بتاع اللبن كده هم مصنعينها حاجات صناعية. اسمها لاكتوز لاكتوز فري ميلك. يعني ملك ما فيهوش اللاكتوز. ملك ما فيهوش الايه؟ اللاكتوز، امال فيه ايه؟ جلوكوز وجلاكتوز على طول، عشان لما ياخدهم يمتصهم دايركت خالص. يبقى ده اللاكتوز، خلاص كده؟ يبقى عرفنا الاستراكشر بتاعه، وعرفنا السايت موجود فين، والكيس اللي عليه مهم قوي اسمها لاكتيز ديفيشنسي او لاكتوز انتوليرانس. طيب، نيجي بقى رقم ثلاثة على حاجة اسمها السكروز. يبقى تالت واحد، واحد اسمه ايه بقى؟ سكروز. يلا ركز معايا. السكروز ده بقى بيتكون من ايه؟ اخر واحد بقى في الدايت سكروز. السكروز ده بيتكون من ايه؟ نرسم الرسمه دي، يلا. كل واحد يرسم معايا عشان الرسمه دي غير اللي موجود عندك في المذاكره وفي الكتاب. ودي اللي انت هتنساها في الامتحان لما يجي لك. اقول لك ايه دلوقتي؟ يعني الرسمه دي مش مرسومه لا في المذاكره ولا في الكتاب، ودي اللي انت هتنساها في الامتحان. واقول لك ايه؟ هرسم الرسمه دي يلا كله يقول لي ايه اللي انا هرسمه ده؟ ادي هنا اتش او اتش. ها مين ده؟ ده مصطفى انفا عشان او اتش ايه؟ تحت وجلوكوز لان ده نفس اللي معكوس سهله ايه؟ انفا لان عند الكربون رقم واحد او اتش تحت وجلوكوز لان ده بس هي اللي او اتش ايه؟ هي اللي او اتش فوق يعني ده اسمه الفا دي جلوكو بيورانوس. الفا دي جلوكو بيورانوس. طيب هسيب الرسمه الثانيه بقى نشوف مين اللي ايه اللي هيعرف. مين ده؟ بلاحظ كده نبدا اول حاجه ده الفا ولا بيتا المركب ده؟ بيتا عشان الاو اتش ايه؟ فوق. بس خلي بالك بقى الاو اتش فوق والاتش تحت ولا في حاجه ثانيه تحت؟
لما تلاقي الاو اتش فوق وتلاقي مش اتش بقى اللي قصادها تلاقي قصادها كربونه تعرف ان ده كيتون مش الدهيد صح كده؟ لان الكيتون هو اللي بيبقى فيه فوق سي اتش 2 اتش وتحت سي اتش 2 اتش يعني الوحيد اللي فوق سي اتش 2 اتش وتحت سي اتش 2 اتش ده الكيتون مش الدهيد يبقى صاحبنا ده بما ان الاو اتش مش قصادها اتش وقصادها كربونه اللي هي سي اتش 2 اتش يبقى ده كيتون مين الكيتون الوحيد اللي خدناه سداسي؟ الفراكتوز خلاص كده الفراكتوز يبقى ده بيتا بيتا فراكتوز بس الفراكتوز دلوقتي واخد شكل خماسي ولا سداسي؟ يبقى بيورانوز ولا فيورانوز؟ حلو قوي يبقى ده اسمه ايه بقى؟ بيتا دي فراكتو فيورانوز بيتا دي فراكتو فيورانوز يبقى الالفا دي جلوكوجلانوز مع البيتا دي فراكتو ايه فيورانوز خلي بالك بقى احنا اول واحد خدناه كان الفا ايه الفا 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 صح كده يعني الفا جلوكوز الفا جلوكوز الفا 1 4 الثاني كان ايه بيتا 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 جلاكتوز بيتا جلوكوز بيتا ايه 1 4 الثالث مخلط مخلط يعني ايه الاولاني الفا وبعد كده الثاني ايه الثاني بيتا فاضل نشوف البوطه هتطلع ايه يبقى الفا وبيتا الفا جلوكوز مع بيتا فراكتوز الفا جلوكوز مع بيتا ايه؟ مع بيتا فراكتوز. بص بقى معايا، علم على الكربون رقم واحد. وبعدين تعالى علم هنا على الكربونه دي، الكربونه دي الكربونه رقم كام؟ احنا قلنا في الفراكتوز الكربونه دي رقم اثنين، ليه؟ عشان الكربونه رقم واحد اهي. واحد اثنين بعد كده ثلاثة أربعة خلاص على كده خمسة ستة، هرقمهم لك كلهم أهو. دي اثنين. ليه اثنين؟ عشان دي واحد. هنا ما كانش فيه حاجة، كان فيه اتش، فدي كانت لازم تبقى واحد. اثنين ثلاثة هنا في واحدة الأول أهي فدي واحد بعد كده اثنين وبعد كده دي ثلاثة أدي أربعة أدي خمسة ودي ستة خلاص يبقى أنا عندي أدي الكربون رقم واحد وأدي الكربون رقم اثنين تعالى نوصل المركبين دول ببعض ونعمل حاجة اسمها كوندنسيشن كوندنسيشن معناها إن أطلع إيه؟ أدي المية هشيل أو اتش من هنا وأشيل اتش سهلة؟ يبقى هشيل أو اتش من عند واحد وهشيل اتش من عند اثنين هنا هشيل أو اتش من عند واحد وهشيل اتش من عند اثنين كويس تعال نشيل اتش ادي اتش اهي وتعال نشيل اتش اهي ادي اتش اهي فاضل مين ها اكسجين تقوم الاكسجين دي موصله الكربونه دي بايه بالكربونه دي تبقى الاكسجين اهي هتوصل الكربونه رقم 2 ده اهي بالكربونه رقم 1 طيب تعال نسمي البوند بنفس القانون اللي احنا اتفقنا عليه يلا البوند دي او ولا ان او جلايكو سايدك بوند ما بين كام وكام؟ واحد واثنين، خلي بالك بقى التانيين كان ما بين واحد واربعة وواحد واربعة، دي ما بين واحد وكام؟ ها؟ ما بين واحد واثنين، يبقى اسمها ايه؟ واحد اثنين او جلايكوسايديك بول، الفا ولا بيتا؟ أنا عندي جلوكوز الفا وعندي الفراكتوز بيتا، أنا بشتغل على مين؟ كربون رقم واحد، اللي هي مين؟ اللي هي الفا، يبقى ده اسمه الفا واحد اثنين او جلايكوسايديك بول، يبقى دول اسمها ايه؟ الفا واحد اثنين او جلايكوسايديك بول، يبقى تاني السكروز السكروز عباره عن ايه؟ الفا جلوكوز مع بيتا فراكتوز الفا جلوكوز مع بيتا فراكتوز ببوند اسمها ايه؟ ها؟ الفا 1 4 او الفا 1 2 او جلايكوسايديك بول طيب بص بقى معايا كده ايه الرسمه اللي مرسومه عندك في الكتاب او في المذكره؟ راسم لك الجلوكوز كده ادي الجلوكوز ده ماشي ما تسمعش عشان هتلخبطك يعني بس انا هقول لك ايه عشان لما تشوفه راسم الجلوكوز ده زي ما احنا راسمينه بالظبط الفا عادي خالص اهو ادي اتش او اتش وبعد كده بقيت الجلوكوز زي ما هو بصوا معايا لو انا عاوز ارسم الفراكتوز اللي انا رسمه ده اهو هنا خلاص ادي رسمته اهو بص كده لو انا رسمت الفراكتوز اللي انا رسمه ده اهو دي كربون رقم كام؟ اثنين ومكملين كده فاهمين قصدي؟ طيب لو جينا نعمل البوند هي البوند ما بين كام وكام؟ واحد وايه؟ واثنين طبعا صعب قوي ان انا اقول لك ايه ادي الاو اتش اهي وبعدين هنا ادي الاو اتش اهي فانا هشيل الايه الاو اتش دي واشيل اتش من هنا واعمل بوند كده ما ينفعش صح؟ فهو عشان يجيب لك واحد جنب اثنين يعمل ايه؟ يقلب دي كده فاهمين حاجه؟ مش اثنين دلوقتي هنا زي ما احنا رسمينها اهو شايفين الرسمه دي؟ لو انا خدتها حطيتها هنا اهو قصاده عشان ارسمها على نفس الاتجاه ساعتها هتبقى واحد كده واثنين كده طب ما انا عشان اعمل البوند مش هعرف انا كنت بعملها بين واحد واربعه كانت بتبقى سهله بس المره بين واحد واثنين فعشان اخلي اثنين الناحيه دي لازم اجيب الفراكتوز ده اهو كده اهو يعني لازم اجيب الرسمه دي كده فاهمين قصدي؟ عشان تبقى اثنين هي اللي هنا وخمسه هي اللي هنا طب انا عشان اعمل الحركه دي ايه اللي يحصل؟ كل حاجه من دي تتقل فاهمين قصدي؟ يعني ابص الاقي الاو اتش دي ثلاثه دي ابص الاقي بقت كده واربعه دي بقت كده وخمسه دي بقت كده والاو اتش بقت كده فانت تيجي تقول لي يا دكتور الاو اتش عند اثنين تحت واحنا قايلين ان المركب بيتا جت ازاي؟
اقول لك عشان احنا اساسا المركب اهو، بس احنا لما قلبناه كده غيرنا كل الايه كل الاتجاهات. طب انت بقى القصه دي كلها والسموم تحت بعض كده واحد مالك، فاهم قصدي؟ يعني بدل بس بكلمك عشان ببص في الرسمه ما تحسش ان حاجه غلط. انت عندك ادي الجلوكوز وادي الايه الفركتوز، البوظه بين كام وكام؟ ما بين 1 و2 وزي ما احنا متعودين عليها بالظبط. طيب نيجي بقى للسايت بتاعك. السكروز ده بقى موجود فين؟ يقول لي بقى السكروز ده ليه اسمين مهمين جدا جدا جدا. بصوا بقى الاسمين دول اسمه ايه بقى؟ التيبل شوجر. التيبل شوجر يعني ايه سكر المائده؟ عارفين سكر المائده بيجي في التلفزيون؟ هو ده التيبل شوجر. يعني كل السكر اللي انت بتستخدمه، كل السكر اللي انت بتستخدمه خلاص هو ده اللي اسمه ايه؟ اسمه السكروز. السكر الابيض اللي في البيت ده هو اللي احنا بنحط فيه الشاي والقهوه والكلام ده كله، ده اسمه ايه؟ اسمه السكروز. طيب تعالى حاجه تجيها في الامتحان يقول لك ديسكاس التيبل شوجر، السكر اللي انت بتستخدمه. طب ليه اسم تاني؟ اه مهم جدا، اسمه الكان شوجر. الكان شوجر يعني هو ده سكر القصب، خلاص كده؟ يبقى السكر اللي بيطلع من القصب اللي بيطلع من البنجر هو ده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه سكر. يبقى انا عندي التيبل شوجر وعندي حاجه اسمها الايه؟ الكان شوجر، هما الاثنين دول السكر. يبقى ده الطيب بتاعي. كويس. تعالى على النوتس بقى. قال لك النوتس الراجل ده بيتسمى اسمه مهم قوي، اسمه انفيرت شوجر، واكتب عليها مهمة جدا 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 من هنا للسنة الجاية. انفيرت شوجر، يجي يقول لك ديسكاس السكروز از كولد انفيرت شوجر، السكر المتحول. ليه السكروز ده الوحيد اللي بنقول عليه القصة دي؟ سؤال مهم قوي في الامتحان. يبقى ليه بيتسمى؟ يبقى الاسم ثالث اهو، عشان ليه اسم رابع هقوله دلوقتي. يبقى ممكن يجي يقول لك تيبل شوجر. وممكن يجي يقول لك ايه؟ كان شوجر، علم الحاجات دي مهم، ويقول لك ايه؟ انفيرت شوجر. طيب. ليه بقى اسمه انفيرت شوجر؟ يقول لي تعالى نعمل التجربه اللي احنا عملناها زمان بتاعه الاوبتيكال اكتيفيتي. احنا هنجيب شويه سكروز اهو ونحط السكروز ده في شويه ميه، يعني نعمل سيوشن كده، نعمل بقى سكر اهو. اللي دايب هنا اسمه ايه؟ اللي دايب ده اسمه ايه؟ سكروز. وبعدين نجيب اللمبه اياها دي، فاكرين اللمبه العاديه دي خلاص كده اللي هي بتطلع حاجه اسمها اوردينري لايت. وبعد كده نجيب المنشور بتاع الست نيكول اللي هو اسمه نيكول بيرد. اما يعدي الاوردينري لايت ده منه يبقى اسمه ايه؟ بلين بولاريز لايت. ونشوف البلين بولاريز لايت ده وهو معدي في الميه بسكر دي، الميه بسكروز دي، نشوف ايه اللي هيحصل. فادي اهو لقوا ان البلين بولاريز لايت لو انا معديه في السكروز يروح ناحيه اليمين ناحيه الرايت. معنى الكلام ده ان السكروز اللي انا بتكلم عليه دلوقتي ديكستو روتاتوي ولا ليفو روتاتوي؟ كويس قوي، يبقى السكروز ده ديكستو روتاتوي. حلو؟ يبقى السكروز ده ايه؟ ديكستو روتاتوي. يبقى السكر ده اهو اللي هو اسمه سكروز ده ديكستو روتاتوي. كويس قوي. هو السكروز ده بيتكون من ايه اصلا؟ قال لي ده بيتكون من جلوكوز وبيتكون من فركتوز. كانوا ماسكين في بعض صح ولا غلط؟ مش هو ده السكروز؟ بيتكون من جلوكوز وبيتكون من فركتوز. لما اجي اقول لك ان الاثنين دول على بعض اللي هو اسمه ايه؟ سكروز ديكستو روتاتو. تتوقع ان مشتقاتهم يعني لما اجي اشوف ده لوحده واشوف ده لوحده هلاقيهم هما كمان ايه؟ ديكستو. يعني مش معقول مثلا الاثنين ليهم ولما يشوفوا في بعض يبقوا ديكستو، فاهم قصدي ايه؟ يبقى اكيد بما ان السكروز ده خلاص كده ديكستو روتاتو يبقى انا متوقع او متخيل ان المكونات بتاعته هي كمان ايه؟ ديكستو. فلما بيمسكوا في بعض فضلت الايه؟ الديكستو موجوده. قال لك طب تعالى نجرب كده. حطينا في الانبوبه ده ايه؟ الانزيم اللي بيهضم السكروز، يعني اللي بيكسر البوند ده ايه؟ ويخلي السكروز ده بدل ما هو سكروز كده يبقى جلوكوز وفركتوز. اسمه ايه الانزيم ده؟ صح، اسمه ساكاريز. يبقى انا عندي مالتيز وعندي لاكتيز وعندي ساكاريز. فقال لك هتحط شويه ساكاريز هنا. الساكاريز ده لما ينزل في الانبوبه يحصل ايه؟ تتفك البوند دي وبدل ما يبقى اسمه سكروز هيبقى في حاجات اسمها جلوكوز اهي، وفي حاجات تانية اسمها ايه؟ ها؟ اسمها فركتوز اهي. ما بقاش اسمه سكروز بقى خلاص، اتفك لمكوناته وبقى في حاجة اسمها جلوكوز وحاجة اسمها فركتوز. طيب هعدي نفس البلين بولاريز لايت بالظبط. أنا متوقع إن برضه يطلع إيه؟ ديكستو روتات. ممكن أنجز صغيرة بس في الآخر ديكستو روتات. قال لك بصينا لقينا السكر ده اتحول وبقى ليفو روتات. يعني راح ناحيه الايه بقى؟ الشمال، لقينا الضوء راح الشمال خالص. اول ما فكناه لمكوناته اتحول السكر ده من ديكستو روتاتوي لليفو.
طيب السؤال ليه حصل كده؟ يقول لي بصوا بقى معايا، احنا خدنا اصلا ان الجلوكوز بكسر وتاكل صح؟ وكانت الزاويه بتاعته بوزيتيف 52 درجه ونص. دي الزاويه بتاعته صح؟ يعني المفروض ان الجلوكوز هنا بيودي ايه؟ بيودي يمين زيه زي السكروز. خلي بالك بقى الفركتوز سترونج ليفوزاتو الزاويه بتاعته ماينس 90. انا لما فكيتهم دلوقتي لما كسرت البوند دي الجلوكوز يمين بزاويه كام؟ يمين بزاويه كام؟ 52. الفركتوز شمال بزاويه كام؟ 90. مين اللي يكسب؟ الفركتوز. يوم السكر يروح ناحيه الايه؟ يروح ناحيه الشمال. يبقى الضوء دلوقتي بقى ليفوزاتو. تقوم تسالني سؤال جه على طول، طب هو ليه يا دكتور لما عملنا البوند دي خلاص كده ما بقاش ليهم ان في جلوكوز وفركتوز؟ قال لك لقوا ان البوند اللي هي الجلايكوسايديك بوند دي خلاص بتلغي تاثير الفركتوز. خلاص؟ بتلغي تاثير ايه؟ بتلغي تاثير الفركتوز. يفضل تاثير مين؟ ها؟ يفضل تاثير الجلوكوز فيفضل السكروز ده ديكستو ايه؟ وتات. السؤال في الامتحان مين السكر المتحول؟ ها؟ اسمه ايه؟ السكروز. ليه السكروز اسمه انفيرت شوجر؟ قالوا الكلمتين دول. السكروز ديكستو وتات. اون هيدروليسيس. اون هيدروليسيس يعني ما بيتحلل. باي سكريز ات انفيرت تو ليفوزاتو. بيتحول لليفوزاتو. ليه؟ ديو تو السترونج ليفوزاتو اكشن اوف مين؟ الفركتوز. نتيجة ان الفركتوز ده بقى سترونج قوي اكثر من الجلوكوز، لغى لما بقى لوحده، لما بقى لوحده لغى تأثير الجلوكوز وبقى يروح ايه؟ شمال. يبقى انا عندي السكروز ده حاجات تيبل وكام وحاجة اسمها ايه بقى؟ انفيرت شو. طيب كده احنا خلصناهم التلاتة. انا هعمل ايه بقى؟ هقول عليهم سؤالين مهمين قوي بس هنقسمهم التلاته جنب بعض كده. نستجيبهم بقى التلاته كده جنب بعض عشان هقول عليهم سؤال مهم قوي. الحصه دي مهمه جدا. اول حاجه عندنا المنتوز. اخدناه رقم اثنين هنراجعهم مع بعض دلوقتي عشان اللي نتوه. ادي اللاكتوز. رقم ثلاثه ادي السكروز. يلا نفتكر هو الماكوز ده كان ايه؟ انت اللي بتقول بقى براجع الماكوز ده كان ايه؟ الفا جلوكوز. الفا جلوكوز البوند اسمها ايه؟ الفا 1 4 اهو. ادي جلوكوز اهو وادي كمان جلوكوز. طيب ده كانت الفا يعني اتش او اتش ودي كانت الفا يعني اتش او اتش وده جلوكوز معناها ان الكربون رقم 3 بس هي اللي ايه؟ هي اللي مقلوبه. يبقى ادي او اتش اهي وادي هنا اتش او اتش عادي خالص وادي اتش تي اتش 2 او اتش. هي نفس الكلام. خلاص كده؟ طيب هنعمل البوند. نعمل البوند ازاي؟ قال لي هعلم كده على الكربون رقم واحد وهعلم عند الكربون رقم اربعه. وهشيل الميه. ادي او اتش من هنا من عند الكربون رقم واحد وادي اتش من عند الكربون رقم اربعه يبقى اكسجين. احط الاكسجين دي في النص واعمل البوند دي. البوند دي دلوقتي وصلت كام بكام؟ واحد باربعه. واحد دي كانت الفا ولا بيتا؟ كانت الفا. يبقى البوند اسمها الفا 1 4 او جلايكوسايديك بوند. في مشكله؟ يبقى ده المنتوج. طيب المايلر كانت البوند 1 6 نسيت يبقى اسمه ايه؟ ابن عمه بقى ايزو مالتوز. يبقى هي هي بس البوند ما بين 1 وما بين اتش بتاعت 6 يبقى ده اسمه ايزو ايه؟ ايزو مالتوز. طيب تعالى على رقم 2 هاتي مين الاول؟ ها؟ في اللاكتوز ده هاتي مين الاول؟ الجالاكتوز. الفا ولا بيتا؟ الرسمه دي كلها بيتا. الرسمه دي كلها الفا، الرسمه دي كلها بيتا. اهي ادي اتش او اتش ثلاثه معكوسه اربعه كمان وادي ايه؟ خمسه سي اتش 2 اتش. وبعد كده هقسم مين؟ هقسم الجلوكوز. ادي الجلوكوز اهو. الفا ولا بيتا؟ برضه هقسمه بيتا. او اتش اتش ادي اتش او اتش ثلاثه بس هي اللي مقلوبه كده واربعه زي ما هي اتش او اتش وادي خمسه وادي سي اتش 2 اتش. يبقى ادي بيتا بيتا جالاكتوز بيتا جالاكتوز وده بيتا جلوكوز بيتا جلوكوز. هعمل البوند ما بين كام وكام؟ هعمل البوند ما بين واحد وما بين اربعه. طيب ازاي؟ اشيل الميه اشيل او اتش من عند واحد اهي شفتها وهشيل اتش من عند اربعه كويس فاضل ايه؟ اكسجين احطها في النص كده واقوم عامل البوند اهي. طيب البوند دي بقى اسمها ايه دلوقتي؟ ها؟ الفا ولا بيتا؟ بيت عشان الواحد كان بيت بيت 1 4 او جلايكوسايديك بوند. يعني الرسمه الثانيه كلها بيت بيتا جلاكتوز مع بيتا جلوكوز مع بيتا 1 4 ماشي كده؟ تعالى على الرسمه الثالثه. ادي الجلوكوز دي بقى الرسمه اللي هنرسمها فوق بعضها. ادي الجلوكوز الفا اتش او اتش وادي هنا اتش او اتش
ثلاثة بس اللي معكوسة OH H وبعد كده H OH وبعد كده H C H2 OH ماشي. وبعد كده هقسم مين؟ هقسم الفركتوز، بس الفركتوز بقى هقسمه بيتا وخماسي. طيب ادي خماسي بيتا يعني OH فوق، وفي الفركتوز تحت بيبقى فيه كربونة مش H، وتبقى دي كربونة رقم 3 مقلوبة زي الجلوكوز بالظبط، كربونة رقم 4 زي الجلوكوز بالظبط، والكربون رقم 5 زي الجلوكوز بالظبط H و CH2 H، يعني بقيته زي الجلوكوز. هي الفكرة في أول واحدة. طيب أعلم بقى دي كربون رقم كام؟ أقول له دي كربون رقم 1. دي كربون رقم كام؟ أقول له دي كربون رقم 2. هنعمل البوند إزاي؟ هنشيل الماي، نشيل OH من عند 1 ونشيل H من عند 2 ونقوم نوصل كده. يبقى أنا عندي رسمة ثالثة خلطة بقى، ألفا جلوكوز مع بيتا فركتوز، يبقى ألفا ألفا بيتا بيتا ألفا بيتا، ألفا جلوكوز مع بيتا فركتوز، والبوند اسمها ايه بقى هنا؟ الفا بس واحد اثنين، دي الوحيده فيهم الواحد اثنين. او جلايكوسايد ايه؟ جلايكوسايد ايه؟ طيب تعال بقى نسال نفسنا حاجتين مهمين قوي هنسالهم في اخر السنه، حاجه اولانيه، مين في دول ريديوسينج شوجر؟ ده سؤال مهم جدا. يعني مين خلاص كده في الدايساكرايدز دول ريديوسينج شوجر؟ طب الاول ريديوسينج شوجر معناها ايه؟ معناها سكر مختزل. مختزل يعني هو بيختزل المركب اللي قدامه، خلاص كده؟ واي حاجه بتختزل المركب اللي قدامها هيحصل لها ايه؟ اكسده. معنى ايه؟ كلمه ريديوسينج شوجر معناها اختزل. بص بقى معايا عشان ما تلخبطش. الكلمه دي هي اكتب تساوي، اكتب كده زي ما انا هقول بالظبط عشان تفهم كده موجود. يعني اي حاجه عشان اقول لك عليها كده اقول لك قول لي ده هي ريديوسينج ولا لا؟ تعرفها ازاي؟ تساوي ان يكون فيها فري اكتف جروب. لو انت عاوز تعرف السكر ده ريديوسنج ولا مش ريديوسنج دور على حاجه اسمها اكتف جروب. طيب اكتب اكتب الاكتف جروب دي تساوي فري الد هيت او كيتون جروب. يعني هي ايه الاكتف جروب في الشوجر؟ انا بدات في اول الكربوهيدرات خالص قلت لك الشوجر اللي احنا هناخدها اهي يا اما الدهيدات يا اما كيتونات، يبقى انا الاكتف جروب بتاعتي يا اما الدهيد يا اما ايه؟ كيتون. طيب جنب الالدهيد اكتب يعني انا بقصد الكربون رقم واحد. مش الالدهيد دي دايما هي الكربون رقم واحد؟ طيب وجنب الكيتون اكتب ان انا بقصد الكربون رقم كام؟ الكربون رقم اثنين. ويبقى ده المفتاح اللي تجاوب بيه اي سؤال. اي حاجه شاور لك عليها اقول لك ده هو ريديوسنج ولا لا؟ تدور تشوف هي الكربون رقم واحد لو كان الدهيد او كربون رقم اثنين لو كان كيتون فري ولا لا؟ يعني فاضيه؟ موجوده قدامك كده اسمها الدهيد واسمها كيتون ولا عامله بوند ومشغوله؟ لو فاضيه يعني لو فري تقدر تشتغل وتعمل ريدكشن وتبقى اسمها ريديوسنج شوجر. فاهم قصدي؟ طيب تعالى بقى بالقاعده اللي هي نمسك الشابتر من اوله، انا هسال وانت تجاوب شوف فهمت ولا لا. المونو ساكرايت اللي احنا خدناه وخلاص المونو ساكرايت دول ريديوسنج ولا ريديوسنج؟ غصب عننا كلنا ريديوسنج صح؟ طلع لي واحد من المونو ساكرايت اللي خدناه ما فيهوش الدهيد او كيتون فري لوحدها كده خلاص؟ يبقى معنى كده كل المونو ساكرايت ريديوسنج شوجر صح ولا لا؟ لما يبقى في الجلوكوز او في الدهيد لما يبقى في الفركتوز او لما في كيتون لا ريبوز ما في اي واحد في المونو اي واحد في المونو ده اسمه ايه؟ ها؟ ريديوسنج شوجر. طيب تعال نمسك الداي الداي دول بتوع النهارده صح كده؟ تعال نمسك واحد واحد المركب ده اهو ها فيه الكلمه دي فري اكتف جروب والكلمه دي موجوده ها هي ايه معنى كلمه فري اكتف جروب؟ انا قلتها لك اهو فري اكتف جروب كم رقم كام او كام؟ واحد في الالدهيد او اثنين فين؟ في الكيتون. تعال ندور ادي الكربون رقم واحد صح وادي الكربون رقم واحد مش هما اثنين ولا واحده؟ اثنين ادي الكربون رقم واحد وادي الكربون رقم ايه؟ واحد. تعال على الكربون رقم واحد دي فاضيه ولا مشغوله؟ مشغوله يعني عملت تفاعل خلاص لانها مسكت في كام؟ مسكت في اربعه. طب تعالى على الكربون رقم واحد دي فرضانك عملت حاجه فاضيه ولا مشغوله؟ فاضيه يعني تقدر تعمل بوند ولا ما تقدرش؟ تقدر تتفاعل ولا ما تقدرش؟ تقدر. يبقى انا هشاور عليها كده اهو واكتب فري اكتف جروب. يبقى معنى كده ان المالتوز المالتوز في واحده لسه فاضيه اهي. واحده اتشغلت فعلا اهي دخلت البوند بس الثانيه فاضيه. يبقى المالتوز ده ريديوسنج ولا ريديوسنج؟ لا ريديوسنج. ليه؟ لان عنده فري اكتف جروب اللي هي الكربون رقم واحد بتاعت الجلوكوز الثاني ده. طيب تعال نخش على البعض. تعال على اللاكتوز. ها عاوزين ندور على فري اكتف جروب عشان نشوف الراجل ده ريديوسنج ولا لا. ها نيجي نشوف ادي الكربون رقم واحد مشغول خلاص لانها عملت بوند خلاص.
طب تعالى هنا، قال لك لا ده في كربون رقم واحد قاعده فاضيه لك اهي، يبقى معنى كده ان انا هشاور على دي واقول دي فري اكتف جول. يبقى معنى كده ان صاحبنا ده ايه؟ ان صاحبنا ده ريديوسنج شوجر. يبقى لما يتقال لي يقول لي هو المالتوز ريديوسنج شوجر، اكتب الناس واشاور له عليها كده اقول له ده ايه؟ فري اكتف جول. لما يجي يقول لي هو ليه اللاكتوز ده ريديوسنج شوجر؟ اكتب الناس واشاور له اقول له دي فري اكتف جول، يبقى ينفع يبقى ريديوس. تعالى على التالت بقى. فين الكربون رقم واحد؟ اهي. في المركب ده هو الوحيد اللي احنا خدناه كيتون. ادور على واحد ولا على اثنين؟ حلو. ادي اثنين اهي. يلا سيادتك. واحد فاضي ولا مشغوله؟ مشغوله. طب واثنين؟ مشغوله برضه لانها عملت البوند خلاص. يبقى ده ما فيهوش، يبقى ده نو فري اكتف جروب. انت الرسمه اللي بتقول اهو احنا ما بنخمنش. خلاص كده؟ هي اللي بتقول ان واحد اتشغل واثنين اتشغل. واحد هي الاكتف بتاعت الجلوكوز واثنين هي الاكتف بتاعت مين؟ الفركتوز. في الحاله دي مين في الدايساكرايز يبقى ليه اسم كمان؟ نون ريديوسنج شوجر. يبقى لما يقول لك ريديوسنج عندك احتمالين. والله ممكن البنتوز وممكن اللاكتوز. بس لما يقول لك نون ريديوسنج ما عندكش الاحتمال واحد اللي هو مين بقى؟ اللي هو السكر. يبقى الداي دول هيتقسموا نصين. يبقى المونو ريديوسنج عشان هقول الشابتر كله اهو، المونو ريديوس ومعاهم اثنين من الداي اللي هو الاثنين الاولانيين المالتوز ومين؟ واللاكتوز. نيجي بقى للساكاروز ده ايه؟ نان ريديوسنج ومعاه كل البولي ساكارايدز. خلاص؟ يبقى الشابتر اتقسم نصين اهو، المونو كلهم واول اثنين في الداي دول ريديوسنج شوتس. اخر واحد اللي هو الساكاروز ومعاه كل البولي ساكارايدز اللي جايين الحصه الجايه وهقول ليه؟ كلهم ايه؟ نان ريديوس. خلاص؟ يبقى النص الاولاني ريديوسنج والنص الثاني نان ريديوسنج وعرفنا ليه؟ لان انا بدور على حاجه اسمها ايه بقى؟ فري اكتف جروب اللي هي واحد في الالدهيد او اثنين فين؟ او اثنين في الكيتون. يبقى الساكاروز كده عرفت ان هو التيبو شوجر، وعرفت ان هو الكان شوجر، وعرفت ان هو الانفيرت شوجر، وعرفت ان هو كمان الوحيد اللي ايه؟ نون ريديوسنج داي ساكرايد. ده النون ريديوسنج داي ساكرايد. طيب اخر بقى كومنت هتقوله قبل ما نمشي. احنا قلنا البوندز دي بس ركز معايا عشان كلمه مهمه. انا قلت البوندز دي مثلا اسمها ايه؟ اسمها الفا 1 4 او جلايكو سايديك بوند. لو مش عارف اقول لكم شطار كده. الفا 1 4 او جلايكو سايديك بوند. طب قلنا دي اسمها ايه؟ ها؟ بيتا 1 4 او جلايكو سايديك بوند. طب رجعنا قلنا دي ايه معلش ها؟ الفا 1 2 الفا 1 2 او جلايكو سايديك بوند. طيب خلي بالك انا ما غيرتش يعني ايه؟ يعني قلت هنا حاجه اسمها ايه؟ جلايكوسايد. خلاص؟ وقلت هنا حاجه اسمها ايه؟ جلايكوسايد. وقلت هنا حاجه اسمها ايه؟ جلايكوسايد. في بقى دكتور ساعات يحب يرخم عليك في الامتحان كده يعرف انت فاهم ولا بصمجي. يقول لك هي جلايكوسايدك جلايكوسايدك ولا جلوكوسايدك. خلي بالك كلمه جلايكو بالواي غير جلوكو، صح؟ دي حاجه ودي حاجه. ممكن ما تاخدوش بالكم منها بس مهم. جلايكوسايدك ولا جلوكوسايدك؟ بصوا يا معلم. هي كلمة جلايكوسايد جاية من مين؟ جاية من حاجة اسمها ايه؟ جلايكوسايد، فاكرها؟ جلايكوسايد، واحنا قلنا أي واحد من دول ينفع أقول عليه ايه؟ جلايكوسايد، صح؟ يعني البوند دي تتسمى ايه؟ جلايكوسايد، ودي تتسمى ايه؟ جلايكوسايد، ودي تتسمى ايه؟ جلايكوسايد، صح؟ وأنا عاوزك تحفظ كده، تحفظ إن هي اسمها جلايكوسايد، بس لما تدينا بقى وتتقص في الامتحان يقول لك كده دي اسمها جلايكو ولا جلوكو؟ قول له يا دكتور هي اسمها جلايكوسايد، خلاص كده؟ بس تنفع يبقى اسمها ايه؟ ليه تنفع؟ بص على الكربون رقم واحد، احنا كل شغلنا على واحد. احنا حددنا هي الفا ولا بيتا من مين؟ من واحد. واحد ده بتاع الجلوكوز ولا بتاع حاجه ثانيه؟ يعني اللي بنى البوند جلوكوز ولا حاجه ثانيه؟ يبقى سمي البوند باسمه، اسمها ايه بقى؟ جلوكوسايدك بوند. طيب عشان تفهمها اكتر قول لي البوند دي يبقى اسمها ايه؟ هي جلايكوسايد صح ولا غلط؟ جلايكوسايدك صح. طب يبقى لها اسم ثاني؟ لها اسم ثاني، ايه بقى دي اسمها ايه؟ ده مين؟ ده جلاكتوز، واحد دي فين؟ في جلاكتوز، يبقى البوند اسمها ايه بقى؟ جلاكتوسايدك بوند. طيب دي اسمها ايه؟ جلايكوسايد بوند، صح كده؟ بس واحد مين؟ الجلوكوز، يعني ينفع تتسمى ايه؟ جلوكوسايد. يبقى انا عاوز افهمك ان جلايكو دي جنرال، عشان كده ما بتلخبطش، عشان كده عاوزك تحفظها. اي بوند ينفع تقول عليها جلايكوسايدك وصح وتتكتب كده مفيش مشكله خالص. بس لو اتسال الجلايكوسايدك دي جلوكو ولا جلاكتو؟ تبص على الكربون رقم واحد تشوف واحد ده كان الجلوكوز ولا الجلاكتوز؟ لا ده كان الجلوكوز يبقى جلوكو.
امال امال ده كان مين؟ ده كان الجلاكتوز يبقى جلاك. امال ده مين؟ ده الجلوكوز يبقى جلوك. فهمت؟ يبقى الجلايكوسايدز الجلايكو تمشي جلوكو وتمشي ايه؟ وتمشي جلاكو على حسب الكربون رقم واحد. يلا.